السلام عليكم حبيباتي، ممتن لكم تشاركوني في فيديو آخر جديد ومتنوع. مرحبا بكم، وصحة فطوركم وصحة سحوركم وصحة رمضانكم. مانيش عارفة على هذا الفيديو ينزل في الصباح ولا العشية ولا بعد المغرب. المهم نقولكم صحة رمضانكم، وربي يتقبل منا ومنكم جميع الدعوات وصالح العبادات. المهم ونقول مشتركات جداد مرحبا بكم، ولا راكم تشاركوني في هذا الفيديو اليوم نقول لكم ما تنساوش ديروا ابوني وديروا جيم وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. اليوم جبت لكم، كنت درت هذا الفيديو على البغاس اللي ديجا قلت لكم رايحه ننزل لكم كما راكم تشوفوا، قلت لكم راح ننزل لكم ثاني الخاتم تاعه كي ديروا تخدموه، يعني طريقه سهله بزاف. نخليكم مع الفيديو وان شاء الله ينال اعجابكم. السلام عليكم.
كما راكم تشوفوا حبيباتي ها هو الخاتم وجاد، يعني ما يديش بزاف وقت. نتمنى يكون نال اعجابكم ونتمنى تجربوه وتفرحوا به ان شاء الله. ربي يحفظكم، ما تنساوناش ميمتي من تعاوتكم، وصحه رمضانكم. السلام عليكم حبيباتي.